Wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Musola Ar-Rahman. Ya, baik. Meningkat kepada mata acara yang ketiga ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Mukmin ZA dari Pondok Pesantren Al-Munawir. Kepada beliau saya persilahkan dengan segala hormat. Hazal Qur'an yu'ahiduna li tarina khairi wajibuna Allah Ta'ala anzalahu wa Rasulullah muallimuna Rasulullah muallimuna Hazal Qur'an yu'ahiduna li tarikil khairi wajibuna Allah Ta'ala anzalahu wa Rasulullah muallimuna Rasulullah muallimuna Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
في الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي اختلاف الليل والنهار واختلاف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ذكر الله كثيرا إسوة الحسنة ولم
تسليما. ولن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. صَدَقَ صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.